محمد من قناة تدمير، معانا فيديو 5M يربع العساكر، هذه لمبرجين قربة والله مدري ايش في حق لا تهمون، بس نبدأ ولا العساكر المركز الأول. أول حاجة نروح المركز يربع، بس أهم شيء طلب مننا لا أسلح. شيء بسم الله انا راح نجربها بدون اي حاجة، اربع وبس يا مدير. اطلق عليك طلق فوري، ما انت عاد مبسوط ما في الا تنتظر السجن. يلا شهر عسكري، شهر عسكري، شهر عسكري، لو والله مقفلة الله ياخذ من الحالة. هذا ساكن، فتح الباب ساعة العيال يقولوا لي في المقطع الجاي تبون اقدم هنا على ايس كريم. والله شكلي ولا جد من العساكر. تقدم لكم بحث. ايش ذا؟ توديني مركز الشرطة. تعال تعال. هذا مركز الشرطة قدام. ودي مركز تعال. العساكر. كدهم فعالية. باق باق. خل خل نطلب عسكري. عندي 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 مقدمات المدنية الشرطة، عندي واحد يبي يذبحني. ايوه جا مي واحد و سالم واحد. مشكلة قاعد اصور فيديو، والله لو امسك فضيحة. تعال وجهتنا الى هنا، وقف لا مر من هنا وقف من هنا هنا ما راح يلحقونك، المنطقة غير آمنة. عسكري مع دباب ايش ذا هنا؟ عسكري ما له فايدة. نرجع نطلب عسكري على الديون ذا. ايه يا عيال اخباركم بخير؟ ايه تتذكرون لما سوينا السحب على الرمبل؟ ترون بنختار الفايز بهذا الفيديو. طيب بيستلم جائزته في بلكس فروت وعليه بالعافية. جوائز اللي قبلها تم استلام الاشخاص. جوال خدمات مدنية شرطة. تعال سريع في واحد يبي يخطفني. تم قبوله سميوة، بقي له تكة ويوصل 902 ويوصل قبيلتي. وصل 902 يا الوجه على طول هناك على اللي اشرت عليه انا، نسحب فيه مره واحده. والراز مقبع فيها تبيع يا اخي. اصبر راح اشتري اسلحه، بس المشكله منطقه غير امنه. والله واحد يمسك كذا كف على طول. هد هد القم القم كذا. انت جي جي ما عندك اسلحة خلاص، انت محطوط في الامر الواقع. اكبر هنا في محل اسلحة، ليش ما نروح نشتري سلاح؟
اي والله لا استغفر الله العظيم باحث فكر هذه حق باحث العصابات منطقة غير امن نقدر نشتري منها اسلحة يا اخي عسكري يقبل عسكري فاشل عساكر فاشلين يا عيال وقف والله لا اقعد ارس يا والله ما عند ما لها الا راح المركب هناك لا عساكر الله عين من درب على عسكري واحد يا جيتي الله يبعد عنك الشر يبعد عسكري مدعوس لا هذا دباب حسيت عسكري والله هنا يبغى تخطيط في طيار ازرق يا ديتيار 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 دز يلا دز يلا هرب هرب يا هرب والله يروح وراني يبغاني يبغاني هرب الدرب بعسكر نجيبه كذا ونحوس فيه نروح كذا بعد نشيك لانه بنروح من هنا اللي يعرفون ركنيك يعرف ايش يعني التفريق وقفوا يا كيف رايكم ما راح انت وزارة الدفاع وزارة الدفاع يبغى لها شغل اسمع بس اسمع اسمع والله حتى هارش ما اشوف كيف شعر والله العظيم قال له باسم عجبتني الفيلم جيه بطول الجيتي ولا هاد لمبر جيتي اسمه هذا يخلي ايش عيال شال المنظور الداخلي اللي يعرف يكتب لي في الكومنت اللي بيشارك ما يعني يسوي معي فيديوهات يقول لي برضه في الكومنت عشان نقدر نلعب مع بعض كذا في سرح اللي. بسم الله تحييكم يا الدفاع اخليكم واحد واحد بلان كذا فار فار كل شوية تلقى بغي السريع يصير مرة شيء يمكن حتى اخذ بعض القوانين يمكن ادعس اسكري مرة دفاع موجودين يعني بالدفاع يا عيال والله حرام دفاع موجودين القهر والسهر الله ما يبغى لنا ده احا ما يبي يفكر الا نشب الصدام شوفه الجزء الامامي هذا ما له دخل عسكري ابو قلع عسكري فاشل ربو ها احلى حلو قوات حرس الحدود تفتي مارفل ايوه والله كنت العب باول مارفل اللي يعرفوني يعرفون كم يلعب مارفل وكم شرطة يعني تبون موت شرطة الشرطة والله حلو تبونا نرجع موت الشرطة رجعنا بس برتبة جندي اللي فرد ويحكمون عليكم تبون كذا اكتب برضه اي شيء اقتراحات تبون العب كذا كذا احط باسمي هذا كان شوي شوف 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 هذا كان اوه على رحت فيها انا بسمع خصوصا نظر نظر لي على الشكل نظر لي نظرة جديدة يعني في فعالية تبغى تقول لا لا نجرب بعد سنة يعني نروح عند مين عند مين عند مين عند مين بدي أعرف إيش ذا المكان والله لو مكان على الفاضي وكردان بس تقول مكان باحث
اخر مرة قد رحت البس كده مكان ملابس وبح بس هذا اللي شفته انا تحت الكوبري صح؟ تحت الكوبري زاب من برا من ذول اوه جيت مفرغ من امك لا ما انحشر حشر غبية بطلب بعد من عندي عمي امك ادري ايوه تمشي ريوس تمشي ريوس تكفى تمشي تكفى تكفى يتحرك لازم ساعدنا صار والله ايوه تكفى يا ادم عدل لي سياره تكفى انزل ابشر اسلم كم عندي منيو ما عندي فتوح دقيقه ما عندك طيران يا اخي تبين بصوت واحد اسمه هيمو انا هيمو امرني ارد على الكذب ايه يلا بالتوفيق يا شيخ يلا بالتوفيق بس ليش جاب هنا برا صح شو اشوف لا سبح هذا مكان ايش بحت يلا يلا شوف ماني شب ما ادري شو البحت وقف ايه والله هذا مكانهم البح بح وين مكان جابني لا صلى سيارة عطش الرجال صلى السيارة نعدل في الحارة لا ليش اصلح اسوي لها ادخل ارجع ادخل سيارة اسوي كذا سيارتي لمبرجيني بسم الله بسم الله نظل الأول شيء هذي بعدها نغير اللون نخليه أسود يا الفخامة والله فخامة يا صوت هذه سيارتنا من ورا كذا يلا بسم الله دزيناها الله يا عيال السيارة السيارة دقدقت تونا صلحناها وغير ارض اصلح السيارة شارجر والله لحظة فيه كم يا حبيب شارجر حقي ولا اصلحها مستفيد مستفيد صدقوني مسكوا عساك ترى مسكوا آه
نجرب العساكر. سكرات جوين. خلنا نشوف سرعة التشارجر كيف كويس ولا لا. يا رب يوه والله فقيلة. والله فقيلة التشارجر. والله فقيلة. مرة الزد يصير خفيف يعني لو سمر بس هو واقف قدامي صح ولا لا؟ شب تراقبني بالحلال. يا لا متخلفين وراهم شيء وراهم شيء. قال وراهم شيء صدقوني. في واحد يطلق. آدمي في واحد يطلق هنا عند الكرت. في واحد قاعد يطلق. شباب شباب هذا قاعد يطلق علي. شوفه هرب 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 قاعد يطلق علي. شوف الحق الحق الحقه اشوف بس قاعد يطلق علي. فتش حتى تلاقي معاه هذا. فتش تلاقي معاه هذا سلاح. ابد شوي ابد ابد ايه فتش شوف معاه سلاح وقاعد يطلق. لا انا ماني عسكر انا حاسبه. طيب والله طلبت العاب ومسكه على السريع. قال له تعال تعال جد. ذكبت واحد والله طرق علي العيال صدق والله طرق. كيف رايك معي بالشطح؟ ما اتضررت شيء. المقطع الجاي اصبر لكم وانا قاعد الفل اوصل 1100 معاكم. 1100 لفل الحين دخلت بوت غيرت الموكشي غيرت حساب شاشة. حساب اللي اول انسرق سويت حساب جديد قبلت فيه سنة 90 اللي كان فيه المومو تذكرونا كان اسمه HABD19 كان اسمه فهد كان اللي بي 1900 اوريكم او قلت 1800 ما ادري. شريت حساب واقف لي في الطريق صاحي. شوي شوي يا حبيبي شوي 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 ما تشوف انت ما تشوف. ودي فيه ودي فيه ضحية يا الضحية. يربع فيك يا سيدي. جمع جمع جمع. اسمع 96. هلا والله. كم عمرك 96؟ ها لك كم عمرك؟ ايش راح زواج؟ الله قادر اخفق والكلام معه. قال ابعد ابعد يا اختك على الطريق يا اخي الله يهديك. لا والله تكلم معاه الطيب عشان ترونه والله يعطي فرق. شوفوا هذا ايدي راحت قدام شرطة عادي يا رجال. حتى اسوي عكسية يا رجال عادي. نروح هنا يا ويا رب ودوز يا عساكر. قاعد ما جو عساكر نروح روبلوكس. كيف رايكم؟ شن عساكر طبوا ما ادعس 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 شير راي الراس شير راي الراس ادعس. يا والله قلت راح الروح عسكري شفت سفاتي اكيد بصل نرجع له نرجع له ثم نبحث نرجع له اول شيء راح نطلع على درب الحساكر
عسكري ترى في احد صدمك من ورا. يا رب والله لا اصدمه يعني الا اسوي بي دي ام اليوم. بي دي ام قوي جدا. ما خليك والله هجيبك. تعال انت. هو دخلت في السجدار. اهم شيء يجرب ذا. تعود الله ما خليك اتكلم دمي وراح. يا شيخ الله ما خليك. انا مصادم شو فيها جربع يا عيال. ورا وين عبر حغير سيارة. أفل حرك يا مواطن. ايش انت عسكري؟ الله يعطيك العافية. اسمع عسكري. لحظة انا عسكري. اسمع عسكري برجع لك بس لحظات. شو عسكرنا يا زلمة؟ عساكر وجايين بهاي السيارة. طيب عساكر ابي بس تعال. ايوه هذه صدمني. اوريك. تعال الله أفلو سريع يا أفلو سريع عسكري هطف. هربوا تكفى هربوا تكفى هربوا. العسكري والله لا قاعد اصدق اسوي له بي دي ام لين تكسر. فعليا بس بحول له قاعد سرق ذول يا عيال. اصدقهم اصدقهم فاشل غير بيسوق سيارته تكسر. خذ ايش تبغى وقف فسلم نفسك.
سلم نفسك، سلم نفسك، سلم نفسك. والله وراك وراك الكلب. وراه ما خليه، ما خليه. يا الكد صدمته، والله صدمته يا عيال قدامه. صدمته انا ولا سايت له بتاع الكد؟ لا لا والله بخاف. شفت له شيء؟ وين راح؟ تعال راح غير سياره. طيب يا والله لا صدمه، اعطوني بان والله لا صدمه. من علي تعال، تعال رايبي تعال صدمني، صدمني ها صدمني، صدمني يلا لسه. عسكري عسكري الله يقويك، الله يقويكم. لا والله ابشر 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 ابشر. والله اصبر سيارتهم بالحلال. وقف قلت لك، وقف من قالك صح ليل؟ قلت لك وقف، قلت لك قاعد صح ولا بلال. وكذا انتهت معانا الحلقة يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا اسمع عادمن، عادمن كلم خلك ترجع. هلا. اي اقول لك وقف، كنت بنصح. ايش تقول؟ كنت قلت لك وقف، كنت بنصحك اقول لك لا 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 تفحط. قلت لك لا تفحط، كنت بقول لك وقف وقف. قاعد اقول لك صح ولا لا؟ كنت بقول لك لا تفحط. وهجت السياره قاعد استمتك. سبحان الله بحلو جد والله. شكرا يا البس. تشرفونا يا اعزائي المتابعين. وقف، كيف رايك نطور المده شوي ونروح نطور؟ طيب بنصور في مقطع بدا، خلنا نختم المقطع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم خالد النمير.